زنجبار عام 1964 شهر يناير. هذا اليوم كان يوما مأساويا للعرب، حيث قام المتمردين عبيد الاستعمار بتحريض من الاستعمار وبتمويل من الرئيس التنزاني جوليوس نيريري ويقودهم، وهم حتى ليسوا من زنجبار أصلهم، أصلهم من أوغندا. قام قائد المجرمين هؤلاء أثناء الدخول بتهريب 580 سلاح رشاش. فأول ما دخلوا، انظر ماذا فعلوا، دخلوا إلى هذه القرية فقاموا بتقتيل 5000 شخص، منهم من أحرقوه، من قاموا بإطلاق النار عليه. وها هي شاحناتهم تنقل الجثث إلى المقابر الجماعية. قد جهزوا لها مسبقا، وهذه الطوابير كلها يسوقونها إلى التقتيل الجماعي من قبل هؤلاء المجرمين عبيد الاستعمار، والذين كانوا يقودهم المجرم كارومي. انظر إلى هذا الطابور الطويل الذي به نساء وأطفال عزل ليس لهم سلاح، قد قاموا بإخراجهم من بيوتهم، أبرياء لا يعرفون من القتال شيئا، وكلهم يساقون إلى التقتيل الجماعي. هؤلاء جمعوا للتقتيل في إحدى مقابر المسلمين، وهذه مقبرة المسلمين التي كانت في زنجبار. قد قاموا بجمع بعض من تلك الطوابير، وها هم الآن يحاصرونهم لإطلاق النار عليهم. انظر كيف يطلقون النار على هؤلاء الأبرياء العزل. وها هي المقابر الجماعية، فالمجرمون لا يرتاح لهم بال حتى يملؤوها بالجثث. انظر، فقد قاموا بحفرها مسبقا ليقوموا بهذا التطهير العرقي الذي هدف منه تحويل زنجبار إلى جزيرة نصرانية بدلا من أن تكون جزيرة إسلامية. ها هم الذين قاموا بقتلهم عن طريق إطلاق النار، وكما ترى الأرض رطبة بدمائهم. كل هؤلاء الشهداء وها هم سكان القرى والمزارعين يحاولون الفرار من الموت، تاركين كل شيء خلفهم أملا في أن يعيشوا. فالكل يحاول الهروب من ذلك التقتيل الفظيع الذي لم يشهد مثله أبدا. ولكن دون جدوى، فانظر ماذا وجدت هذه الطائرة عندما جاءت للتصوير في اليوم التالي. فالمجرمون قاموا بقتل كل هؤلاء أثناء محاولتهم الخروج من جزيرة زنجبار، وأكثرهم من أصول عمانية، والبعض منهم من أصول يمنية ومن أصول هندية، والهدف تطهير عرقي منظم وتقتيل كل المسلمين. ولكن لم يتحقق حلمهم، فأكثر من 90% من سكان زنجبار هم مسلمون الآن، ما عدا الحكومة، طبعا حكومة ليست إسلامية، الحكومة نصرانية. والحصيلة دولة تنزانيا، والحصيلة 20,000
القتيل في يومين. وفي تنزانيا التي هي الدولة المجاورة لزنجبار قاموا أيضا بتقتيل العرب، طبعا كان رئيسها في ذلك الوقت جوليوس نيريري، وقد أرسل مجموعة من جنوده خاصة في منطقة باغامويو. انظر إلى هؤلاء، جثث للعرب الذين قاموا بتقتيلهم. وقد قام الاستعمار بإقناع هؤلاء الأفارقة بأن العرب كانوا يستعبدونهم، طبعا كل هذا بتحريض من الاستعمار، وهم وضعوا سبب لتقتيل الناس. ولكن انظر، هذه السيارة كانت تقوم بتصوير هذه المنطقة أثناء التقتيل، وها هم المجرمون القتلة وهم يقومون بارتكاب جريمته. هذه السيارة كانت تحاول الوصول إلى منطقة التي كانوا يسكنوها العرب، فانظر ماذا وجدوا. قد التم المجرمون على التقتيل. هذه مجموعة من جنود نيريري، انظر هذه جثة لأحد العرب الذين قاموا بقتله. وأثناء تصوير وجدوا أحد من العرب كانوا يحاول الهروب، انظر فأمسكوا به وقضوا عليه. وها هم الآن يقومون بتخريب كل ما هو ملك للعرب. وهذه السيارة للفريق الإيطالي الذي كان يصور، وقد قام بعض من هؤلاء الجنود بالغضب وتهديدهم بالقتل إذا لم يخرجوا من هناك، وهم قد وضعوا العرب على الحائط للتقتيل الجماعي. لأنهم لا يريدون أن يرى أحد جريمتهم هذه، وهؤلاء يملكون كاميرات التصوير.